هذا عمال النظافة في وهران عمال النظافة في وهران بير الجير بلدية بير الجير وهران راهم يشطحوا زاهيين السلطات المحلية تاع وهران على رأس السيد سعيود ولي ولاية وهران وجماعة بير الجير البي أ بي سي والجماعة داروا حفلة على شرف عمال النظافة علاه؟ علاه؟ داروا لهم على الجهود اللي راهم يديروا فيها يطلعوا لهم في المورال متهليين فيهم هم زاهيين كيما راكم تعاودوا الفيديو عاودي فيديو عاودي باش تزهي تاع عمال النظافه ماشي حاجه سهله ها زاهي الله يبارك دوك شوفوا راني رايح درك 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 هنا تحيه للسلطات تاع ولايه وهران تاع بير الجير اللي قامت بهذه المبادره والله غير شابو اليوم قلنا هذه مأدوبة غداء على شرف عمال النظافه وعلى شرف المنظفات اللي يكون معنا في الالعاب العربيه الاخيره وحتى في الالعاب الشهر والالعاب المتوسط هذا اقل شيء درناه لهم كتكريم لهم وعرفانا وتقديرا على المجهودات اللي بذلوها وهذا تحت اشراف سيد والي ولايه وهران اللي نسقت معاه في الامر ورحب بهذه المبادره ودعمني ماديا ومعنويا باش نقوم بهذه المبادره هذا شيء اقل شيء درناه باش نعترفوا باللي احنا كسلطات محليه وكمسؤولين إحنا لا شيء بدون هاد العمال اه بس بس اسمع الكلمه هذه اسمع الكلمه هذه اسمع عاود ردها تالي يا يوسف تالي يا وكمسؤولين إحنا لا شيء بدون هاد العمال اللي راهم يقاوموا كاع الطبيعه لا شيء بلا هاد العمال حنا لا شيء حلية. بلا وكمسؤولين حنا لا شيء بدون هاد العمال يعني يعني يا اخي شفتوا كاين مدن رانا دائما نتناولوا الاوساخ ما كان ذكر المدن يعني النظافه هذه شكون يخدمها؟ يخدموا هذا المواطنين هما الاقرب هذا العمال عمال النظافه لازم تتهلاو فيهم راهم يخدموا في آه... يقولوا؟ ماشي اجواء راهم يخدموا في ظروف قد ما تهلاو فيهم قليل عمال النظافه خلي يكمل خلي يكمل يقاوموا <applause> كاع عوامل الطبيعه في الميدان وراهم هما اللي يحمرونا وجهنا مع الناس الاجانب والضياف لا ميجون ولاية وهران وبلديه بئر الجير هذا اقل شيء درناه لهم ونشكرهم من هذا المنبر هنا سلطات تاع وهران شابو باش تفهموا مليح اعطيني فيديو تاع وهران اطلق هنا ميجو وهران كاع هنا لي تعبير تاع بئر الجير بالقايد يعني هذا النقاء وهذه الحاله الزاهيه جات غير هكذا ما تجيش هكذا شو الله يبارك هنا راك في وهران في الليله 11 تاع الليل 12 تاع الليل عائلات لي اللي فامي النقاد الدنيا زاهيه قسما بالله الله يدومها والله غير شابو للسلطه تاع هرم قسما بالله العلي العظيم غير شابو شو, شو الله يبارك عائلات لي فامي الدنيا زاهيه في الليل في الليل 11 12 تاع الليل بو ما تجهش في الطريق علاه واقفين عليها رجاله هذه رساله للجماعه يا جماعه الخير عمال ضبطها الله فيهم رانا نشوفوا فيهم ساعه على ساعه ذاك النهار شفناهم في في, 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 الجلفه يعانوا معاناه في الجلفه يعانوا تهلاو فيهم هنا في العاصمه ثاني يعانوا ها آه في عنابه يعانوا تهلاو في سكيك دي يعانوا يعانوا تهلاو في عمال النظافه انسان بسيط خدمته الى قطرنا الزبل تاعنا يقولك زبال ماشي هو الزبال حنا الزبالين هو هو ينظف النفس الزبل على بالنا بلا يخلص دراهم وين يبانوا مع خدمته اعطوا لهم المنحه تاع كورونا هاي كعات هكذا كاين عمال تاع نظافه ما داوش المنحه تاع كورونا اعطوا لهم المنحه تاع كورونا هذا النقامين جا جا هكذا ها المواطن زايف في الليل ها حاله نقيه هنا تجرنا في تحيه للسلطات تاع يا السلطات المحليه على المستوى الوطني تهلاو في عمال النظافه ولا تسموهم هكذا مهندس النظافه وخلاص أغلب بالمهندس تهلا فيه مهندس انجنيور تاع النظافه تهلا فيه جيب له الماتريال خلصوا اعطي له حقه تحيه احبس احبس تحيه للسلطه تاع السلطه تاع وهران بيل جي طالع نضرب اضرب زيد واحده هطلع اعطيني ال